المؤتمر ده الدورة الخامسة، في 4 دورات سابقة الحقيقة أثبت فيهم كفاءة عالية. استطاع الحوار والتوصيات والمناقشات التي تمت خلال الدورات السابقة ونجاحها ووصولها إلى القيادة السياسية وتفعيل بعض التوصيات منها أدى إلى قوة هذا المنتدى أو هذا المؤتمر اللي بتتبناه مؤسسة كبرى زي مؤسسة أخبار اليوم. أغلب المؤتمرات اللي تمت في خلال الفترة السابقة كانت كلها دعم العلاقات الاقتصادية الأفريقية، وهي اللي عليها الضوء خلال الفترة القادمة نظرا لعدة نقاط. إذا كنا احنا نتناولها بشكل أوضح، أول نقاط هذه النقاط هي تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من فبراير 2019 لمدة عام، هذا بخلاف أنه الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول العالم فيها توتر، وإن أصبحت الكيكة اللي بيتنافس عليها العالم كله الآن هي أفريقيا، فالأقرب إلى أفريقيا إحنا أفريقيا يعني الأفارقة مع بعض، وبالتالي فإحنا قدامنا فرصة جيدة خلال هذه الفترة بالتعاون والتنمية والاستثمار مع أفريقيا. أعتقد هذا هو أسباب الإكثار في المؤتمرات، سواء المؤتمر الكوميسا اللي تم في شرم الشيخ أو مؤتمر التجارة البينية اللي تم الأسبوع اللي فات في مركز المعارض، مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع. احنا استعرضنا في جلسات أمس وجلسات اليوم الحقيقة نقط حيوية، وهي الأعباء المالية الضخمة اللي على الصناعة وكيفية مواجهة هذه التحديات في ظل ارتفاع شديد للفايدة البنكية أو تمويل الاستثمارات. أيضا هناك ركود اقتصادي وتضخم، هناك ضرائب 22.5%، هناك ضرائب عقارية، هناك قانون جديد الضريبة التأمين التكافلي لدعم التأمين الصحي في مصر 2.5%. أعتقد أن كل هذه النقاط لها دور سلبي على التوسع الصناعي أو التوسع في الاستثمار في مصر، لذا وجب استعراض هذه النقاط كلها في هذا المنتدى الاقتصادي الهام لمناقشتها مع القائمين التنفيذيين في الدولة، سواء مع وزير التجارة والصناعة، وزير الانتاج الحربي، وزير النقل، وزير الخدمة التنمية المحلية وما إلى ذلك.